مكاتب لرينبو. أنا رينبو، اليوم الفيديو كتير حلو، حنتعلم فيه الحروف الأبجدية وحنبلش رحلتنا للحروف الأبجدية وتعلمها حرف حرف. تابعوا الفيديو، كتير ممتع وشيق، ولا تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتتابعوني أول بأول وتتابعوا فيديوهاتي. هيا بنا برحلة الحروف. يا عيني حأتعلم الحروف الأبجدية. ما هذه الكرة البرتقالية الصغيرة؟ إنها يقطينة. يقطينة، وهل نستطيع أن نأكلها؟ بالطبع، بذارها شهية، ونصنع منها حلوى اليقطين وشوربة اليقطين. يا 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 شوربة اليقطين، لنقطفها الآن. لا، يجب أن ننتظرها حتى تكبر أولا. حسنا، سنعود قريبا أيتها اليقطينة البرتقالية. يا يو يي يا يو يي. أنا اليقطين وفوائدي سحرية، تصنع مني أكلات شهية. يا 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 يا. أنا اليقطين وفوائدي سحرية، تصنع مني أكلات شهية. ليمون، كرسي، هيا نجمع حرف الياء. يا 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 يا. إذا وصلنا هذه النقاط سنكتب الحرف. افعلوا كما فعلت. يا يقطين. يا يي. لنجمع ونستمع يا المدود القصيرة والطويلة. يي. Yeah.
كيوت. قديش الفيديو كان ممتع، تعلمنا كتير شغلات حلوة. لا تنسوا تتابعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب. شكرا لكم، بشوفكم بالحلقات الجاية. باي 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 باي.